الصادق كان مقدر أن يكون مهدي على محمد، يعني معناه في معنى، يعني أشياء موجودة وأصلوا إلى الذروة انقضوا على المشروع. عبرة عبرة، رايات كلها تهتف إلى الرضا من آل محمد، إلى الرضا من آل محمد. ليست الرايات عنوانها السقيفة أبداً، ولا عنوانها الأول والثاني أبداً. شوف شوف، كل العالم الإسلامي هدف إلى الرضا من آل محمد، وماذا حصل؟ صار تأسيس لأعوذ بالله دفن المشروع آل محمد. شيء منذر سعيد، حتى لو نريد أدخل لكم في التفاصيل عجيبة غريبة، بعض الأسرار حتى الإلهية نسل محمد بن الحنفية أو عزم العباسيين، كانوا فدائيين مناضلين. قضايا اقرأوا العلاقة بين نسل محمد بن الحنفية، عندهم بعض الأسرار الإلهية بسبب محمد بن الحنفية، بس خطأ النسل اعتمدوا على العباسي. ملف كبير طويل، ليس عبط. إذن عندما تقول رواية أهل البيت كان مقدر أن يكون مهدي على محمد ما هو الصادق، يعني مقدر. إذن الأرضية مواتية جدا، إلا أن الأمة مرة أخرى تسافرت. أحد المحققين الكبار في الروايات وفي معارف أهل البيت يقول كرات مرات في الغيبة الكبرى، حتى في سنينها مقدر للظهور أن يقع، تقاعس المؤمنون، تقاعس الخلص الأولياء، لأن الخلص الأولياء أيضا إذا يتقاعسوا كيفا يتقاعس المشروع. مر بنا روايات أمير المؤمنين يعاتب الحواريين، لا هكذا استقامة مطلوبة كيف؟ هذه لا أستطيع أن أحارب بها جبال الحديد، أنا أريد كيف من الحواريين أقاتل بهم جبال الحديد. هذا المقدار من حواريين، كيف؟ بعد أحد يشك في الحواريين، لكنهم في مقابل تخاذل الكم من الأمة يجب أن يصاعدوا من الكيف عندهم، لم يصاعدوا، فكتب للمشروع الإلهي التأخير. هذا الذي ذكره أمير المؤمنين مع حواريه بعد رحيل رسول الله مباشرة. اقرأوا الروايات موجودة في الكشي وفي كتب أخرى كثيرة، في الكافي وفي غيرها. هذا المحقق الكبير يقول في الروايات حتى لاحظ الخلص، قمة الخلص إذا إخلاص مواصفاته لم تكن بدرجة الذروة، وهكذا بالبقية. كما يقول رسول الله كلكم راع، مو بعضكم، مو حواريكم، كلكم راع، راعي، وكلكم مسؤول. هاي المشكلة ما موجودة، هذا النظام الذي يريد أن يبنيه النبي لم نوجده في أنفسنا، كلنا أجمع مسؤولية على الكل مو على فئة أبدا أبدا. هذا أول بطر وفشل وكذب نكذبه على أنفسنا، أن نقول فئة هي المسؤولة، الكل هو المسؤول بلا استثناء، كلنا مسؤولين.